يقول أخو السائل: ما الضوابط التي يجب على طالب العلم التحلي بها؟ تحلى بالإخلاص لله، فإذا طلب العلم لغير الله فهو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ثانيا، يتحلى بالخلق الحسن، فلا يكن سبابا شتاما طعانا لعانا، فذي تحرمه بركة العلم وتحرمه ثمرة العلم، تحرمه البركة وتحرمه الثمرة. وأن يكون بارا بوالديه، حسن الخلق على الإجمال، والله المستعان.